عليكم. يا لهوي نسيت المنقلي. نسيتها والله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انتوا مين حضراتكم؟ احنا المهندسين. مهندسين مهندسين ولا حي المهندسين؟ لا احنا المهندسين اهو. هنعمل ايه تاني؟ انتوا لسه في الجامعه يعني ولا ايه؟ لسه جايين من اللجنه. يعني خلصت امتحان جيت؟ لسه والله متجاي لسه حال. يعني انتوا مهندسين؟ ايوه ايوه صح. المسطره اهي. وايه دي؟ ايه؟ اهلا وسهلا. عموما اللي انا عارفه ان الميكسر بايظ، فيا ريت بسرعه تصلحوه لان احنا هنطلع على الهوا على طول. ماله؟ الميكسر بايظ. ليه؟ حصل بقى نصيبه يعني، باص تقريبا هنج او حاجه. ايه؟ الميكسر هنج. ايه هنج دي؟ يعني حد زعله يعني ولا جه شمال شويه ولا ايه؟ حد زعل ايه؟ لا اكيد في سلك بايظ، اكيد في حاجه بايظه، ممكن يكون هانج فمحتاج تعمل له ريستارت مثلا. مش فاهم. بص يا باشا احنا حراميه، والله العظيم حراميه وجايين نسوي ايه؟ ايه؟ ده ما تقولهاش يا غبي، ما تبقاش غبي. يكشفنا والله. لا يكشفنا ليه؟ ما حدش فاهم حاجه. معلش انا اسف، هو الاخ كان بيقول احنا حراميه باين. لا لا ده كلام، ده كلام فاضي، ده عيل صغير ما تاخدش على كلامه. هو ده مين بالنسبه لك يعني؟ ده ابني. ابنك؟ ايوه. ما شاء الله. وجاي بتدربه؟ بتدربه على ايه؟ بدربه على الهندسي. دربه على الهندسه؟ ايوه. يعني مش فاهم يعني حضرتك. عموما الميكسر بايظ، فيا ريت. الميكسر اتكسر. ميكسر اتكسر ولا حصل له ايه؟ الميكسر اللي هو بتاع الصوت. ايوه. بايظ فمحتاج ان احنا نصلحه يعني. يا سلام، ده يعني ده انتوا تؤمروا يعني نصلحه يعني نعمل له والله إيه؟ العظيم احنا حراميه. يا ابني في ايه؟ كشفنا والله. كل ما لغوش ترجع كاننا ما تعمليش كده. حضرتك في يعني خلاف بينك وبين اب وابن؟ بص يعني يا باشا انا اصلا بكره ابويا ده، انا بحب خالي. يا ولا ما تصدقش في الكلام يا ولد. لا اصدق. مش مصدق في الكلام. كلام ايه؟ اللي يقول لك الخال والد. والله وهو مصدق ان الخال والد؟ فاكر ان خاله هو يا ابن. انا ابوك يا والد. لا خالي اللي ابويا. والله انا اللي جبتك. لا والله خالي اللي جبتك. ده كان لسه صغير خالك. امي كانت لسه صغيره. ايه دي؟ ايه العند دي؟ عينة دي قوي. يعني حضرتك هو مش مقتنع بيك كأب يعني خالص. بس يعني هنعمل ايه؟ اهي الدنيا. يعني واضح ان عندك مقاس كتير. عموما هنتكلم في المقاس بتاعكوا اما تخلصوا تصليح الميكسر. اتفضل. ماله الميكسر؟ بايظ. بايظ ازاي؟ تصعبان عليك الميكسر؟ يا عين الميكسر بايظ. يا عيني على الميكسر. يا عيني. ليه؟ وكان جاي جديد وزي الفل والله. يا عيني عليه. طب وسايبينه ليه لوحده الفتره دي؟ انت قلبت على حاجه ليه كده مره واحده؟ خدوا الحقوق. انتوا اللي خدوه الحقوق. ما تقلقش. ما تقلقش والله العظيم هنصلحه. ما تقلقش. وانتوا جايبين تصلحوه؟ ايوه كل حاجه. المرزبه دي عشان ايه؟ مش لما التلفزيون يبوس عندك في البيت بتعديله وكف يشتغل. الراديو لما يبوس لازم تجيب البتاعه دي وتنزل عليها. يعني انت تقدر تشيل البتاعه دي وتنزل عليها؟ ان شاء الله. اقول يا رب. يا رب. وريني كده. مش هنشوف بقى بعدين. وريني. يا حاسب ما يداش دي الدنيا يا ابني. انت جاي اعمل ايه؟ معلش. عموما الميكسر جوه. اتفضلوا خشوا صلحوا الميكسر جوه. يا لهوي على الميكسر دي. الله صعبان علي لوحده يمرني. يا عيني. يا عيني عليه. انت بتجره. اعمل ايه؟ يلا يا ابني يا ابني يا ابني يلا. يا ابني خلاص سيبقى اهي. يلا اتكل على الله. يلا اللي هنا هو. هو هنا. بقول لك ايه؟ ايوه. هو ده الحريمي ولا الرجالي؟ ده الأوضة بتاعت الكنترول. احسن جايين من سفر والله. عموما الأوضة كبيرة براحتك يعني. ماشي. طب. رب. يا الله. يا نهار ابيض. يا سلام. يا 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 وانا من صعيد الجواني والبت حلوة وعجباني. انا من صعيد الجواني والبت حلوة وعجباني. يا
بتتكلم فيه هو ده اللي بايظ بقى. ايوه خلي بالك ده ازاز. ده ازاز يعني ما تعديش ايدك منه كده. ها ايه دي؟ ايوه مال المكسر بايظ يا عيني. يا كبدي على المكسر يا كبدي. والله كان زي الفل. يا لهوي ده كان خاطب ميكروفون. كان خاطب ميكروفون. يا محمد يا لهوي. والله ما كانش يوم. يا لهوي والله ما كانش يوم. يا لهوي يا بنتي يا يعني كان والله كان غلبان. انتوا جايين تندبوا النهارده وتصلحوا بكره. كان غلبان. كان رايح اختبارات الاهلي. والله المكسر يا ناس. معلش يا اختي معلش. تعالي تصلحوا والاسراج. والله الاسراج يا ابني. بس مفيش اختي. ايه وجع مات. وقع بجد دماغه ماتت. فاتك خلاص يجري فاتك. يلا صلحوه تعال. ماشي ان شاء الله.